بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع جديد في المذاكرة. نبدأ بقى إيه، خلاص إحنا خلصنا من الحجج. الناس بتحجج بموضوع إن هم مش عايز يذاكر وبيتحجج بأي حاجة، ديت خلصنا منها. المشاكل اللي هي الخاصة بالصحة، المشاكل الخاصة بالنوم، بالأكل، بالحالة النفسية، خلاص عدنا المراحل دي، ما عندناش مشاكل من دي خالص. نبدأ بقى إيه، هنذاكر دلوقتي. طيب هنذاكر إزاي؟ عايزين الاول ننظم مذاكرتنا. يعني دلوقتي انا خلاص، انا دلوقتي هفتح الكتاب بتاعي بقى وعايز اذاكر وعايز اظبط نفسي بقى، ماشي. فرضا ان انت مثلا عندك 4 مواد في الدراسه في السنه دي، مثلا تعمل ايه فيهم؟ يعني مثلا فرضا ان مثلا انت عندك تشريح، فيسيولوجي، بايو، هيستولوجي، مثلا 4 مواد هم. ما تجيش مثلا انا هبدا اذاكر الليله، ما تروحش عامل لي ازاي؟ عامل زي سعيد صالح في المدرسه، في المسرحيه، عجب مش عارف الكتب كلها على خشب كده، عمال ايه شويه في الكتاب ده وشويه في الكتاب ده. لا، او ما تجيش مثلا شويه كيمياء بعدين اقفل، او شويه ايه هيستولوجي، لا لا انا اصلا مش فاهم الحته دي، شويه تشريح، لا اصلا انا نفسي غم عليا شويه، شويه فيسيولوجي، ايه ده؟ طبعا ما فيش نظام خالص يعني، ماشي. هنعمل ايه؟ لما هنبدا اذاكر اركز كويس جدا على ماده واحده الليله، تمام؟ يعني ايه ماده واحده؟ النهارده مثلا هذاكر تشريح، خلاص كده الليله تشريح بس، اجيب بقى كتاب التشريح بتاعي وكل ما يتعلق بالايه بالماده دي، وخلاص الليله تركيز تام على الايه، على التشريح ده. حاجه تانية، حط هدف في دماغك، يعني ان شاء الله الليله هبدا اخلص مثلا الدرس الفلاني او الجزئيه الفلانيه، تمام، عايز اخلص منها، وبحيث ايه خلاص يبقى انت كده تاخد، حاول تاخد درس كامل على بعضه، ما تجيش مثلا ايه تاخد ايه درس وتسيب لي صفحتين او صفحه فاضله فيه ما تخلصه، ماشي، تمام. يعني ايه اتعب نفسك شويه واخلص منه، يبقى انت كده ايه خلصت ايه الجزء ده على بعضه كده. حاجه كمان التهميم، يعني ايه مثلا في ناس تبدا تذاكر من الجلده للجلده، يعني يحفظ اسم المؤلف حتى، مش كده في نظام في المذاكره. انت عندك 100 وحده طاقه، الطاقه دي استخدمها ازاي، ماشي، او اركز فيها ازاي بحيث اطلع باكبر فايده ممكنه. انت ممكن تعمل ايه؟ اول حاجه التهميم. ايه التهميم ده؟ ان انا اعرف ايه المهم في الموضوع او في الدرس ده، اعلم حاجات الايه المهمه في الايه في الجزء اللي انا هذاكره. طب اعرفها ازاي الحاجات دي؟ في كذا طريقه. اول طريقه انك تسال حد اكبر منك. طريقه تانية، في حاجه اسمها مذاكره امتحانات قبل كده بتتباع في المكتبات، ممكن تجيب لك مذكره منها وتشوف الدنيا ماشيه ازاي والاسئله اللي جت في الايه في المواضيع دي وتعلم عليه. الموضوع هياخرك شويه، او ممكن تقعد ساعه تعلم بس في الايه في الكتاب بتاعك عن طريق عن اسئله امتحانات، بس بصراحه هتفرق معاك كتير جدا في المذاكره. هتقول لي طيب برضه في حاجات الدكاتره بيعلموها، يعني مثلا بينبهوا عليها في المحاضرات، الموضوع ده مهم يا اولاد ذاكروا الكلام ده، او ايه خلوا بالكم من النقط دي، برضه ايه بتبقى مواكب المواضيع دي كلها ومتابع، لو في جروب دفعه او كده بتبدا ايه تسمع اللي بيحصل يعني، او تعرف اللي بيحصل في المهم. فدي حاجه مهمه جدا يعني، انك تهمم الموضوع. واحد موسوس قوي، لا انا مش هقدر اسيب ولا كلمه في الكتاب، انا بخاف. يا سيدي ما قلتش حاجه، ما قلتلكش تسيب حاجه، ماشي، بس نظم وقتك يعني، نظم مجهودك، ما تجيش ايه المواضيع المش مهمه تاخد نفس الجهد بتاع المواضيع المهمه، ماشي. لا يعني مثلا عندي مثلا 100 وحده طاقه، 80% من طاقتي دي ركزتها في المهم جدا اللي بيتسال واللي بيتكرر واللي بيتناقش كتير قوي في المواضيع دي، وفضل عندي مثلا 20 وحده في المواضيع التانيه، ماشي، بس انا خلاص الاجزاء المهمه دي ركزت فيها تركيز تام شديد جدا بحيث اطلع باكبر فايده ايه ممكنه من الاسئله دي او من المواضيع دي. طيب حاجه، واحد يقول لك طب انا ممكن وانا بذاكر اقابل حاجه مش فاهمها. على حسب، لو انت مثلا حاجه مش فاهمها، الامتحان قريب ولا لسه بدري على الامتحان؟ لسه بدري على الامتحان، الموضوع سهل، اسال يا سيدي، روح الكليه شوف دكتور في الكليه اساله اي حاجه، حد اكبر منك يشرحها لك، اي تصرف، تمام. طيب الامتحان خلاص كمان يومين وانا مش هقدر، مش هنزل تاني وفي حاجه مش فاهمها، كويس، بتذاكر حاجات مش فاهمها، هات ورقه كده على جنب. وانت بتذاكر مثلا صفحه 50 مثلا العنوان الفلاني، لازم تكتبها برقم الصفحه. صفحه مش عارف 30 او صفحه 60 مثلا الدرس الفلاني، وحدد انت ايه اللي مش فاهمه، ماشي. طب اعمل ايه فيهم يعني؟ انا دلوقتي خلاص الامتحان قرب، انت عايز تخلص. اصل في ناس تعمل ازاي، تذاكر اول ما حاجه تقف قدامه مش فاهمها يروح ايه يقول لك خلاص مش هكمل، انا مش قادر اكمل او مش فاهم الماده دي. لا اكيد في حاجات انت فاهم، انت مش غبي يعني، ماشي، او انتوا مش اغبياء للدرجات دي يعني، الموضوع انتوا يعني الموضوع سهل ممكن نفكر وممكن ايه نتصرف فيها باذن الله. فنكتب ايه في ورقه كده في الجنب الحاجات اللي هي مش مفهومه، واهم حاجه في الورقه دي ما تترماش، ما نعمل ايه تعلق قدامي، لان ممكن تضيع منك، وبعد ما تضيع منك خلاص يعني انت مش عارف اصلا ايه اللي ما كنتش فاهمه، او انت ايه الحاجات اللي انت ما كنتش كنت معلم عليها، تعلقها كده قدامك كده، ماشي، رايح جاي تبص عليها، خلصت الماده تمام التمام اللي فاهمه ذاكرته، تمام، ابدا بقى ايه اشوف الورقه دي اعمل ايه، اتصرف، الامتحان قريب،
لخصها، اشوف لها سكيمة معينة، اخلص منها، ما تقعدش بقى ايه امتحان بعد بكرة، لازم افهم خلاص، ما اللي فهم فهم من زمان، ماشي الكلام ده. لو انت عندك وقت كبير مثلا امتحان، خلاص ابدا بقى ايه اسال ده وتشوف ده، انما خلاص امتحان بعد بكره ولا بتاع، هتعمل ايه؟ وممكن حتى مثلا ممكن مهمه بتيجي في الامتحانات، يبقى انجز بقى، لخصها، شوف لها صرفه معينه، اكتب فيها كذا وكذا وكذا، لو جت ده، لو جت فين؟ في امتحان ولا حاجه. ده بالنسبه للايه؟ للاجزاء دي. وبرده حاجه هقولها ودي هتكلم عنها بالتفصيل بعد كده ان شاء الله يا اخوانا، اما بتيجي تذاكروا، انت مثلا بتقرا الدرس دلوقتي 3 مرات، ماشي؟ انت قريت 3 مرات في قاعده واحده دلوقتي، ماشي؟ فما تجيش تقول لي ايه انا كده بالنسبه للدرس ده انا كده ذاكرته 3 مرات، لا، انت المذاكره دي ذاكرت مره واحده، يعني انت دلوقتي بتراجع الدرس اهو قدامك كويس، قريته 3 مرات، دي مش معناه انك ذاكرته 3 مرات، لا، دي مذاكره مره واحده، انت ذاكرته في المره الواحده، قريته في المره الواحده 3 مرات، يعني انت بتذاكر مره واحده دلوقتي، قريت الدرس كام مره؟ 3، دي مش معناها انك ذاكرت 3 مرات خالص، ماشي؟ دي مذاكره مره واحده. 3 مرات يعني ايه؟ انك ذاكرت النهارده وبعد 3 ايام ذاكرته كام مره، بعد 4 ايام ذاكرته كمان مره، دي معناها انك ذاكرته ايه 3 مرات. انما لما تقرا الدرس دلوقتي 3 مرات، دي مذاكره مره واحده، ماشي؟ انك تقرا 3 مرات دي في القعده الواحده، دي مذاكره مره واحده بس، قريته 3 مرات في القعده دي. وده ان شاء الله موضوع هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده باذن الله، وان شاء الله يبقى هنستفيد بيه جدا الموضوع ده، وربنا ييسر باذن الله. واشكركم ونتقابل في فيديو جاي ان شاء الله.